تصدر خلال الساعات الماضية خبر طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة حديث المتابعين، وجاء خبر طلاقهما بعد أن نشر موقع الفن الإلكتروني خبر يفيد بانفصال الثنائي بسبب خلاف كبير حصل بينهما ودخول نجمة إلى حياة أحمد أبو هشيمة. وكما أضاف الموقع عينه أن ياسمين صبري ضبطت رسائل على هاتف زوجها أبو هشيمة أكدت فيها على وجود علاقة سرية بينه وبين هذه الفنانة. أول ما البنك يقول لك آه ولا لأ تقول لأ فتفشل، فتقول أنا فشلت مش عارف أجيب فلوس. وفي الوقت عينه نشرت الفنانة المصرية رسالة غامضة اعتبرها البعض أنها تهاجم فيها زوجها أبو هشيمة، حيث جاء فيها القبول من الله فلا تغير من شأنك من أجل أحد. الجدير بالذكر أن موقع الفن يعتاد على نشر أخبار كهذه خلال هذا اليوم أي 1 نيسان، حيث يصادف كذبة 1 نيسان. I'm very fortunate and proud, really. So I would like to start, Your Royal Highness. وفي سياق آخر لفتت ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الأخيرة في مؤتمر الصحافي الذي ظهرت فيه بعد تعيينها سفيرة لمنظمة المرأة العربية في لندن، واختارت الفنانة المصرية فستاناً أنيقاً بألوان متداخلة بين الأخضر والأزرق من توقيع ألبرتا فيراتي، وحملت حقيبة من ديور، ووصل سعر مجوهراتها من ماركت كارتيير إلى 338,000 دولار، حيث ارتدت عقداً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصعاً ب 18 ألماسة و 314 ألماسة قطع بريانت بإجمالي 17.65 قيراطاً، وصل سعره إلى ما يقرب من 267,000 دولار. كما نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل بندقية وتستعرض مهاراتها في إطلاق النار، وذلك أثناء رحلة صيد في الريف الإنجليزي، وعلقت على الفيديو قائلة plate shooting. كما نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها ظهرت فيها بشعر باللون الأشقر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم هذه الصورة، أدت إلى جدل واسع بين المتابعين، إلا أن ظهورها بالشعر الأشقر جعل الجمهور ينقسم بين معجب بهذا التغيير وبين من طالبها بإعادة لون شعرها الأصلي. كما أكد البعض أن الصورة لا يمكن أن تكون حقيقية وأنها معدلة عبر تطبيق فوتوشوب، لأن ياسمين لا يمكن أن تتخلى عن لون شعرها الذي ميزها لفترة طويلة.